فن الصوت الحلو والكلمة الحلوة، فن اللحن وفن الغنوة، محتاج دايماً مستمعين، ومهم جداً رأي نجومنا المحكمين. يلا نشوف مسابقة الموسيقى والكورال هتوصل فين، ويا ترى الفايز هيكون مين؟ مع إبداع هتحقق حلم. شبابنا جاي النهاردة علشان يثبت بصوته وبعزفه أنه قادر على تحقيق حلمه في مهرجان إبداع. مهرجان إبداع الموسم التاسع بيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدعم كامل من الأستاذ دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. النهاردة معادنا مع مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي. مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي بيشارك فيها 19 جامعة متخصصة وغير متخصصة من كل الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الخاصة والحكومية. هيتنافسوا على جوائز قيمتها 455 ألف جنيه مصري للكورال و 574 ألف جنيه مصري للموسيقى. جوائز مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي بتحمل اسم اثنين من القامات الموسيقية. جائزة الموسيقى بتحمل اسم الموسيقار خالد الذكر سيد درويش، والذي لقب بفنان الشعب. ولد السيد درويش البحر في 17 مارس عام 1892 بكوم الدكة الأسكندرية. سافر سيد درويش مع فرقة أمين عطلة إلى الشام مرتين، وقد تهيأت له الفرصة لتعلم فن الموسيقى على يد أحد أشهر رجال الفن آنذاك، هو عثمان الموصلي. اتجه درويش إلى التلحين فأجاد تلحين الأدوار والتقطيع والموشحات، وقد كان الشيخ سلام حجازي هو أول من قدم سيد درويش إلى الجمهور القاهري عام 1915. استلم ألحاني من روح الشعب بكافة فئاته، فاختلط بالناس وعاش بينهم، مما مكنه من طرح مشكلاتهم في موسيقاه، ولقب بفنان الشعب. من أشهر أدوار سيد درويش يا فؤادي لي بتعشق، يلي أوامك يعجبني، وغيرها. ومن أشهر تقطيقه أهدى اللي صار، خفيف الروح بيتعاجب، ومن أشهر أوبرتاته شهرزاد والعشرة الطيبة. توفي فنان الشعب في مدينة الإسكندرية يوم 15 مارس عام 1923. أما جائزة الكورال فبتحمل اسم أحد أعلام الموسيقى العربية، الموسيقار محمد عبد الوهاب، والذي لقب بموسيقار الأجيال. الموسيقار محمد عبد الوهاب بلبل مصر، فنان الشعب، ولقب عن جدارة بموسيقار الأجيال، حافظ على مكانته في الصدارة لستة عقود كاملة، كما تميز بدقته البالغة في انتقاء كلمات ألحانه. ولد الموسيقار محمد عبد الوهاب في مارس من عام 1901 في حي باب الشعرية بالقاهرة. حفظ القرآن الكريم وهو في سن السابعة، تربى على ألحان وموسيقى سيد درويش، وبدأ رحلته الفنية مع أمير الشعراء أحمد شوقي، وتغنى له كليوباترا والجندول. بدأ عبد الوهاب الفن مطربا بفرقة فوز الجزائرلي عام 1917، درس العود في معهد الموسيقى العربية عام 1920، ثم عمل في الإذاعة. كان لعبد الوهاب الفضل في إدخال السينما الغنائية لمصر منذ فيلمه الأول الوردة البيضاء، وقدم في السينما عدداً من أجمل أغانيه. لحن الموسيقار عبد الوهاب للعديد من المطربين في مصر والبلاد العربية، منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ وغيرهم من الفنانين. كرمته معشوقته الجميلة مصر بإنشاء متحف يحتوي معظم مقتنياته الخاصة
وتمثال في ميدان باب الشعرية تخليدا لذكراه. خلوني في البداية وقبل انطلاق مسابقة اليوم، مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي، أن أنا أفكركم بأعضاء لجنة التحكيم. الفنانة الكبيرة نادية مصطفى صاحبة الصوت المصري الأصيل، الموسيقار الدكتور سامي الحفناوي، والدكتور عز الدين طه أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد الموسيقى العربية. سنة ورا سنة بنكون معاكم هنا، ويوم من بعد يوم بنستنى النجوم، نجوم في سمانة تظهر، ويوم عن يوم بتكبر في القصة وفي القصيدة والمسرح والجريدة وفنون كتيرة غيرها. نجومنا هي خيرها، امسك قلمك اعرض فنك، الموهبة هتعبر عنك انت وغيرك، تلقى مصيرك، نجمك يعلى وتسبق جيلك، مع إبداع حقق حلمك. إبداع حقق حلمك. على فكرة احنا بنختار ثلاث أصوات بس، مش معنى ان احنا مختارناش غير الثلاث أصوات دول ان بقية الأصوات او بقية المشاركين يعني مش كويسين او دون المستوى، بالعكس، لاننا فعلا لاحظت ده. احنا في مسابقات سابقة كنا بنحتار احنا هنختار ايه، يعني فعلا بيبقوا ناس كويسين قوي قوي وعايزين نحطهم ونختارهم، بس هو للأسف احنا بنبقى محكومين بثلاثة بس. لكن طبعا اكيد اكيد محدش يزعل، محدش يتضايق، لانه هيبذل اقصى ما في وسعه المسابقة اللي بعدها وهيكون له حظ بإذن الله من النجاح. بتمنى لكم كلكم التوفيق. يلا نبدأ مع بعض مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي مع شباب جامعة القاهرة، وهيقدموا لنا في مجال الكورال مدلي الموسيقار محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي، أغنية يا مسافر وحدك أداء عبد الرحمن هشام، أغنية هذه ليلتي أداء لميس أمين، أغنية اللي انكتب على الجبين أداء أبانوب مجدي بقيادة المايسترو دكتور مازن دراز. يلا نبدأ معاكم مسابقتنا مهرجان إبداع الموسم التاسع. تنسوش دايما شعارنا مع إبداع حقق حلمك. Thank you.
دموعها دموعها بتتكلم، يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني. وحصبر قلبي واتمنى على نار الشوق انا حستن، وحصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني، على بال ما تجيني واتمنى نار الشوق أنا حستن، وحصبر قلبي واتمنى على نار الشوق أنا حستن، وحصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني، على بال ما تجيني وتهنى. طمعني بقربك آه ووعدني، طمعني بقربك آه ووعدني، يا مسافر وحدك أوفيتني ليه تبعد عني، تبعد عني وتشغلني.
هنكمل معاكم باقي فعاليات مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي. بتمنى الحظ السعيد والتوفيق لكل المتسابقين اللي معانا. فاصل ونواصل. ماخدش جوائز في هذه المسابقة مش معنى كده الدنيا اتقفلت عليه، بالعكس المشاركة نفسها شيء مشرف، ان يتواجد مع ناس متخصصة ده شيء جميل، ان السنة القادمة هيتقدم ويتمرن مع نفسه ان هو يطلع من الأوائل لو كان ما حصلش السنة دي. فأنا بقول ان شاء الله ده شيء عظيم جدا لتحقيق حلم الشباب عشان ينطلقوا في طريق الإبداع، لأن هي دي النواة لبناء الإنسان المصري السليم السوي. فإحنا بقول للشباب يتجمع لهدف نبيل اللي هي مداعبة الوجدان والارتقاء بالذوق العام. Yeah.
تبع الجبين لازم تشوف العين اللي انكتب على الجبين لازم 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 تشوف العين مكملين معاكم فعاليات مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي بالموسم التاسع مهرجان إبداع مع تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة. خليكم معانا وتابعونا. سنة ورا سنة بنكون معاكم هنا ويوم بعد يوم بنستنى النجوم، نجوم في سنانا تظهر ويوم عن يوم بتكبر في القصة وفي القصيدة والمسرح والجريدة وفنون كثيرة غيرها. نجومنا هي خيرها، امسك قلمك اعرف فنك، الموهبة هتعبر عنك انت وغيرك، تلقى مصيرك نجمك يعلى وتسبق جيلك، مع إبداع حقق حلمك.
بام 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 على بالي يا نسيني على بالي هواك يا حبيبي في خيالي في عيوني على بالي ولا انت دليلي على بالي يا نسيني على بالي هواك يا حبيبي في خيالي في عيوني على بالي ولا انت دليلي على بالي هواك يا حبيبي على بالي هواك يا حبيبي يا حبيبي بام 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 يا عيني 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 يا ع
الذي حلفتني أنت الذي حلفتني وحلفتني وحلفتني أنك لا تخون لا حضرتك يا مايسترو عارف امكانيات المطربين اللي معاك مش الكورال اللي معاك المطربين اللي معاك فطبعا عملت توزيعات جميله جدا رايقه وسلسه ومقطوعات طبعا يعني من روائع الاستاذ بليغ حمدي والعبقري طبعا الاستاذ بليغ حمدي وموسيقار الاجيال الاستاذ محمد عبد الوهاب اختيار راقي ورائع وكل حاجه كانت جميله جدا وبحييك يا مايسترو بحيي فريق الكورال الرجاله والبنات بحيي كمان الفرقه الموسيقيه احسنتوا طبعا شغل جميل جدا في سلطانه وفي روقان وفي دوزان توناليتي ممتاز ما شاء الله يعني مرنهم تمرينات جميله جدا الميدلي حلو قوي عامل فيه شغل حلو في جراءه وفي هارمونيات تراديشنال تقليديه حلوه يعني عامل الهارموني العربي حلو ومعاك الكيبورد ما شاء الله نفس الستايل نفس الشغل والبيز شغال بيز وكيبورد في نفس الوقت فعامل باك جراوند حلو قوي احسنت يا نبيل ما شاء الله عليك عبد الرحمن يا مسافر وحدك غنوة برغم انها صعبة لكن انت اديت حلو قوي كنت خايف في الاول طبعا يعني انا عارفة لكن بعد كده ابتديت بقى تعيش وتتعبر وتحس فالنص الثاني من الغنوة بينت إمكانياتك فأحسنت جدا جدا لميس محتاجة بقى ناس زي دكتور مازن كده يفكر لها لوحدها يشوف الصوت ده محتاج ايه صوت محتاج حاجة صوت جميل ليه رنة ومميز وعندها إحساس وبتغني بصدق الحقيقة لكن الغنوة هذه ليلتي موضوع تاني هي لميس محتاجة نوع من الغناء يمكن يكون موجود عند اسمهان يمكن عند فيروز حاجة زي كده أبانوب صوت جميل وفي بحة جميلة بتميزك بحس صوتك حلو قوي ومميزة والغنوة غنوة برغم انها صعبة لكن انت اديتها باحترافية احسنت جدا جدا زي ما قالت الاستاذة نادية مصطفى ان صوتك فيه بحة ابنوب فيه بحة لما قلت في مع الميدلي كان فيه اداء كمان مختلف فادالك فرصة تانية ان احنا نسمعك
وأحسنت، بس محتاج تلاقي لنفسك لون عشان صوتك يعني في غرابة، هو طبيعته كده، فلازم يلاقي له سكة أو نوعية معينة يمشي فيها عشان يبقى له خط. هوجه أبانوب في حاجة واحدة، أنت مشروع ملحن كبير كويس، اسمع كلامي، أنت مشروع ملحن. والله أنا بقول لك، أنا قاري واحد بخبرته البسيطة ديت، أنت مشروع ملحن كويس قوي، فركز في التلحين، ركز إنك تبقى ملحن، وياريت تتعلم باقي، ما تبقاش ملحن بس، تعلم توزيع أوركسترالي وتعلم هارمونيات وتعلم، لازم، ما فيش حاجة اسمها أنا ملحن بس. عمرك سمعت لحن عمار الشريعي وتوزيع مش عارف مين؟ عمرك سمعت لحن عمر خيرت وتوزيع معرفش مين؟ فهمني؟ عمرك سمعت ياسر عبد الرحمن وتوزيع؟ مفيش حاجة اسمها كده. الملحن الصح هو اللي يبقى ايه؟ دارس كل حاجة. فاتجه في الحتة دي واسمع كلام، ان شاء الله هتبقى حاجة كويسة قوي 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 يعني. تابعنا مع حضراتكم منافسات اليوم من مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي لشباب جامعة القاهرة، مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المتسابقين اللي موجودين معانا. خليكم دايما فاكرين شعارنا، مع إبداع حقق حلمك. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح السماء يا حمام. حوادث بتجيب حوادث أحلى، والكنز بيفضل في الرحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حيطان الأيام، شايل أحلامنا على جناحك طاير في السماء يا حمام. حوادث بتجيب حوادث أحلى، والكنز بيفضل في الرحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. على قد الدنيا الدنيا تسال.